رسالتنا للمفاوضين بعمان ان يجعلوا قضيه الاسرى والمختطفين هي القضيه الاولى، والا يراهنوا على قضيه محمد قحطان، فمحمد قحطان لا يمثل نفسه ولا يمثل حزبه، محمد قحطان يمثل الشعب اليمني وارادته الحره والصلبه. بخروج محمد قحطان هو مفتاح للسلام، فلا تفاوض الا بخروج محمد قحطان حيا سالما. للمتفاوضين بعمان اولا الالتزام بالقانون كما هو. النقطه الثانيه انه لا يمكن لملف الاسرى ان يتحرك بدون معرفة محمد قحطان والإفراج عنه. النقطة الثالثة، لابد من إلزام الطرف الآخر بالجدية بالتفاوض حتى لا يتحول التفاوض إلى نوع من أنواع المهزلة أو إلى نوع من أنواع السياحة بين عواصم دول العالم. رسالتنا للوفد الشرعية في عمان الذي أعلن المفاوضات من أجل فك الأسرى، رسالتنا لهم أن لا ينفذوا مطالب المفاوضات إلا بتنفيذ شرط الشرعية، وهو إخراج الأستاذ محمد قحطان من ضمن المفاوضات ومن ضمن الصفقة التي يراد لها أن تخرج خلال الأيام القادمة.